الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، وحين أقد بينا مانت إن شاء الله تعالى وفرد قد بيئة مجالس التنوير لبعض مسائل التكفير، مسألة أفراد يكسب سنعيد استحلال المعاصي يا علاقة للي هي شرك الطاعة، بين أقد بينا إن شاء الله تعالى تنبيهات لبا مصدحنا قدال بأنه إن شاء الله تعالى كرر عندنا مسألة كساب سن معاصي إن لبنا يستو إن كفر تاي ومسألة إجماع أصل كيدونا وحا أصل قوله تعالى إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما إيا أيضها لمتك وإن أطعتموهم إنكم لمشركون أصل كامرك قرآنك وقال بقي أهل قبلهنا فقيك ذك للدوان وإسكوافقين وخلافة يمرنا كما قبان لكن وحا إشكال بضان كتشرا بما يتحقق الاستحلال الكفري استحلال كفري قاه دينك لك قبحها محوكو رجلا محوكو حقيقو باه أو قفكي اللوران كرام معسيادي برنايستي أو وحلا الشدي كدب من الوجا ليسيني. سلام مركب مسألة دقيقة. وأباهن أرض يقولون راح كلا قاضوا فهموا ما أخذ ذي مدارك تأي كل سنة عمل لقد دولي. ما أخذ ككوبات مسألة يقول الله بنا يسوع إن قفك مسلم كأوفهموا حقيقة الإيمان طبيعة الإيمان فلسفته إيمان كرب كمحيهاي محوسك كوب ما سأقول اسمه قفك دوسا فهمين. مسائل كان لا سوق على يسين أيوة أما لله الروح وحقد عيسر الكفر آد ونفهم كرو مركب بحثك كوباد وحنو تلمام إن إيمان كي حقائق ديسة خلاصة يراه طبيعة الإيمان وحي يسير روح وفهمه وحنو لنا إيمانك معها مجرد تصديق القلب إن تي آمنتو أما أطرم يسوق كلي إيمان معها أما أدقر تطبرتو لكن إيمانك واعتقاد يتصديق يقرشو أي كدلان ليسو حالة بكدلان وتصديق يوجب حالا من محبة وتعظيم وإجلال وخضوع وخوف وتوكل والرجاء بمعنى شيء مركز أغاتو إنو وناكسية وعلم وتصديق وغاتي إنو في عين يهيباد أغاتي إنو خير بدن يهيباد أغاتي إنو كأنفعيات شيء أغاتي ولو حتى أغانت تصديق القلب هي معرفة هي مسألة علمية تاغانت شيء مركز أوقاته إنه وناكسين ياهي وناكس أقال كذا أوقاتي أما الرومين تروميسي وحاكر لنا ليا وحي آد أوقاتي إنه وناكسين ياها أما في عينها أما كوان فعيا آد أوقاتي إنه تشعلاتك دلن محبة كسو بودي شيء آد أوقاته إنه حيني هاي وحاكر لنا إنه آد كهوتو نعبايساتو شيء آد أوقاته إنه كل بيو أما خطر كوية هاي وحاكا دلان أغال كاساساقا شيء إناد كهوتا أما أدكا عبسطو قيبتو هورا تصديق القلب بالإداد أغال كي اعتقاد كا حالا دنبيه كدلات أغال كاذي كدلات نمحال إداد عمل القلب بالإداد عمل القلب مركز أغالت النبي الله محمد أنه صادق يا حق الله صدر الدين ونكسن لي مد علمي قامركو كاد دادو محاكا دلان نبغي إناد جعلاتو إناد فراعضو إناد وينيسو إناد قدريسو إناد احترامتو إناد قدياتو إذن إيمانكم معه مجرد تصديق هي مجرد معرفة معه نظرية معرفية فقط معه إيوام حي ومعرفة هي اعتقاد هي تصديق هي علم كينية مقامات قلبية قد أن حالات باكد ألمي إذن حالة داس محبة دا أما تعظيم كا أما خوف كا أما الرجاء كا أما توكل كا أما انقياد كي يحلها الماء يخضوع تصديق اللازم تا لزوم التألم عند الإحساس بالمؤلم بطيب سما شيء كل بها يا طابطي أما كقبها هي شيء مكو كقبه محاقر الله هي ضبا طابط تألم إن حنصته دنقته لحوصتك دنلي
لأنك وحضر أنت يا الإحساس وحاتابتي مؤلمك مركة تصديق أيوة إس لازميان عمل قلبك وإس لازميان كاللزوم التألم عند الإحساس بالمؤلم شيء حنو جني طيب مركة هذا هو حلو يقن عمل القلب محاذك ألقى كحران شيء كان مركز وقات ربي سبحانه وتعالى وكحرمي أو إله النعبيه أو رسولك سنعبيه أو لقنا رجليه أدعوات وتصديق شيء كانوا حرام يا دعوات وتصديق اعتقاد التحريم موي إنه حنية هدعوات إن نار لقوم بضني هدعوات إن ربك هو عرم بدعوات محاكد ألنا يا إن هذا شيء كفقاته نعضه لبسته كهاته كراهيسته إذن شيء إن الحرام نيوس وقاتو حقد شيء إن أن على حق قلبك نعيبك معصية النعيس أما أتكهونيس أما أتبسونيس هو عمل القلب وقال كهرانا وامحي وتصديقي وقول القلب والله يقانا قول القلب عمل القلب بك ليه هذا أمرك عمل القلب ومعلول الذي سنة والتصديق هذا التصديق وحواجبنا يوجب قولا في اللسان وعملا في الجوارح الذي سوى التصديق معلوك وعمل القلب مرك عمل القلب مع علته وتصديقه يوجبان في الظاهر قولا باللسان وعملا بالجوارح عمل القلب وهذا فهنتين يو تصديق قولك قلبك هذا فهنتين لبدا صوت الصعود وحاكد الشهر وحيات تعليين أتكو هذا أقضو أما دبنها أتكو الشيكتو أما أفي إدنك أدنك هذا وقصبه وحي أرنع عبيدنا تكعررته جوارحاني عمل وقعررته مرك أعمال الجوارح يقول لسان بميشة كسبوضية مرك وحال الربا قولك كإيمانا يا أفك هذا هي فلك الدماغ هذا كإيمانا إن يوافق سنه الذي معلولك التصديق تصديق قلبك هي عملك قلبك وين اسم مطابقية مركز إيمانك قنتما يا سيف عن ربما يسترمي هذا عمل القلب اللهيلين أسوق تصديق قلبك على اللهيلي كان وجود التصديق كعدمه وركوين أدلو فهمه بمعنى شيء وحده تربينه حرمي شيء وحده تأينه وناكسين يهي شيء وحده تأينه لبضان يهي اللي الرسول كيسو أي شيء نعبهين أما تشعليهين بدوكات ومع ذلك وحو رب النعبان ماذا نعين وحو الرسول كتشعلا ماذا نتشعلي سنين وحو الله عايم كوما عينو محال لواي عمل القلب لكن معرفة تصديق والله هي إذن إلا لم يحصل في القلب عمل القلب مع وجود التصديق كان وجود التصديق كعدمه لماذا وإنك صون لي عمل القلب وتصديقه حيث سيهين عليه معلول أما اللازم يملزوم يا لازمها عمل القلب بل لازمها محوك اللازم أي تصديق أيك اللازم أي وانتفاء اللازم يوجب انتفاء الملزوم هدي عمل القلب اللواي ونعبيسك شيء النعبانيس اللواي دبسك دبسانيس اللواي كوشد اللواي حقه قانسن كنا محبتي شعيلك اللواي أضو وحي قرنية كمعارفان قرنية إذن لازم كهدي اللواي يوجب انتفاء الملزوم إيش إذن أذا شيئاً يا إنا تصديق كوجر آمن سنة وتقانا شيئاً يا مويني مر هدي اللواي عمل القلب اللقاوة إيه تصديق الحم عن الله وحنقول ليه هذا واحد أكتر إنه حيا واتكعر الله هذا الأكتر اللي باحين ودتك عنا ودتك بابي واتكف عن الله هذا الأكتر دبك إنه وحكبه فرط ما ضن قشطه هذا الأكتين مسلمين طوال الكويهين قالوا دون على الكوتهاي قال ما ذن كديقته إلهي بايل ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه هو تصدق القلب ما اتخذوهم أولياء وعمل القلب جوارحي جديدة يعني لا اسمه كينا هيا هذا أمر كم محا كينا ينقض بين أسوق تصديق قلب قال له لي له لي إن عمل القلب لواي محاكينا لو حنسكوه قاين تصديق قلب قاين عمل القلب قو وإس لازم يان كاللزومي
كتلازم اللازم والملزوم، أما كتلازم العلة والمعلول والدليل والمدلول والفرع والأصل بين سكوبي محاكين أي أضو شيء قرن أي حمانتيس أضو قرن أي وناقيسي إن كي وناقسنا أتجعلان ويدو كي حمانا أتكون ويدا محاكينا مانع هي عارض باقومها يو قلبك قلي كح بدن عمل قلبك مانع سي عارضها وكحسد وكبر ورئاسة جعيل مثلا ودبسة دبسة تلقاها خلاف وعادية لقن إن وجدنا آبانا على أمة وعبسات كعبسنا ما قبله شاكيستان لقود أن تطنطا سيدة قود عبي أبو طالب مصبة العار ذهاب المنصب أما كرسي ويدا هادان مركة عمل القلبي مانع يعارض يعذر كحوك بدون أوسان قلبك هذا كجرين عمل القلب وحول لازم لها تصديق ليس وعلا دي وحول البود أغاتي ربي نوشعلي واتعلان لايد وحول البود أغاتي ربي نعبي هنا وارنعي لايد لكن أغالكي يوحي كده لنا يوحاك لقوي ونحو ذاك سبودي سوف ذا باس أول ليلة هذا العوارض القلبية الليلة هذا ويحي أبو طالب أدي دي سو قرنا يا قران كونوا حقي هاي نبي محمد حقي هاي صادقي هاي امي هاي ولب الرسول دبا او هي امن سن ايو كدعي واي ها انه هغان سما محمد هو النبي الصادق وان رسول الله اورنجر كغبي ما هذا وحا لا هلا الاعتقاد القلبي والنطق اللسان ابو طالب ولا هلا لا سعوديان بين لدين شيقي انت ابو اورني محمد الرسول هو امن سنا ونا كو دواقي انو نبي هيبا كو دواقي او كو ادمي ونا امن سنا ما وديداي مركا حق قال ما وخه كنت انطق بشهادتين بالغه انطق بشهادتين اي ابو طالب لغه هلي لان محي نك الرسول مع الرساله اقرا ورسول الله سيف عن وعديا ها الوضوء وحي أبديهين إن لقاه لي شهادتك لأن الشهادة بالرسالة تستلزم الشهادة لله بالتوحيد والألوهية إليه أصول فقه وارته مثلا مسألة علوسوي إذن هراب وحوها ما هين معطل أبو طالب مشرك بوها نبي محمد والرسول اللي هو النبي حقه نبي حقه وحي الله صدر ووقي محوها إن شركي الله دقال لبه شرك الله دقال لما إلهي مدة توحيدك مدة توحيدك الله وياه المهم عذر كوين باكو نحي أو كيني إنه قانسم وايو أو سجود وايو أو النبي أو راعي وايو وآه كبر خوف العار ذهاب المنصب كرسي شكا أماد ويدا وحولهاس أيا آفدا كينا هذا مر هدي مر كعارض كأو يمادو ماشي وحكى بحاية عمل القلب وحكى بحاية عمل القلب هذه اللوايانا تصديق القلب ومعدوم لأن شرط قيام الصفة بالمحل خلوها عند الدابة الليلة شرط قيام الصفة بالمحل خلوها عند الدها خلوها خلوه عند الدها عفوا خلو المحل عند دي هذه الصفه مركه لا ربا شيء ميل ان لو شوبه ما شرط يا شيء قام مش لو شوبه هيو وخي كهر ايمان لا مش وان لا سارو ومش اعتراضان التخليه قبل التحليه التخليه ان غرغ لا بنيه ويلك لا بنيه عانها بقى لا شوبه لا ميرو لا حالو لا عتريه لا عقو با كهر ريسين عان لو شوبه دي كان عاني قشبت مركه با ويبقى هاي متى مسمى عمل القلب مرق ماشي محو ايمان واي وفريسان واي ودغي واي لي والاشتغال المحلي محلك هو حكم مشغول سي هاي بما لا يقبل عمل القلب واه من كبر او حسد او خوف او حب الرئاسه وحد تنكو شيغا ورت طبيعه الايمان وحسقابك ودسن وين لسلا فهم انت من سلف علماء الله إبليس محكو قالوا بي
إلهي ما إنكرن أمر كان أمر ربي وأركا آدم أسجد لي وأوقي هاي على مبينين لكن محيول سانكو يرتاب وحيول أنا ماشان لليهي أسجود أنا كسر رأي متكبر باني مدهين إبليس إله وان دي ذي ورك هذين مدهين يلي ما يحطى مدهين لكن هو الضوضي ضوض الضوضي كلي رب حكو حكو من المتكبر يعني. إلا إبليس أبا واستكبر أبا واستكبر أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين برب حكو حكومي أبا واستكبر ما يقول لي إبليس أنا متكبر ما أردت إنه مركي قد يضع لقاه الله مالك لها يضع مثال كاس حاجة لما قال لقاه دوده أبدا أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين نوع محي هنكسر رياوي إلى إباء يستكبر يكبر بوقو حكومي إبليس مركي مكذب ما هاي أما كفر يسوى حسد أما القلب يسمحه ورستاقي أما كبر ده أما حسد الله بضو السلف كوي شيء أما قرآن كفر عدي كبرك علي استكبارك أول من عصى الله أول ذنب عصي به الله والحسد بجماعة من السلف بجدان وجدان أبونا آدم حسدك وحزتي إبليس يهودي نبي قرن يسمح قد عاي عمل القلب قدي يعرفونه كما يعرفون أبناءهم محاود دي ذي عمل القلب قدي ولا واي مانع كلا قلب ذو كجر وشرط قيام الصفة بالمحل خلوه خلو المحل عن ضده مركز روح عليه ده هو مسلم ها وإلا جوايو شرك مركز عليه هو مشرك وإلا جوايو إيمان يتوحد وإلا جوايو شيء ومركز لكن ما نحكي لك قنصية كي كلك ما أكبن كرو اسمه اسمك هنا هي أصل كمركز مسألة أنت أسوي نينك مركز الله أركو من كلامك إيمان كفر يسوع كلام الله ورسوله وخبر وأمر إلهي الرسول كيسو وحين وقي مادة وخبر أن وعد سكلا دونيد له إيا أمر وحاسمية كالليحدة فولية داية كرقاقة وأمر إيا وعد إيا وحايا وحاساجر أما آخر لغا ورما أما غيبية لغا ورما أما قصة الأنبياء أما أخبار المرسلين أما وحا الله كتعلقا أما وحا مخلوق تعلقا خبركم محور ربا وحي ورا محور ربا إلا الرميو وحي أمر محور ربا إن له كان سمو لقاته مركا الانقياد والاستسلام للأمر والتصديق الخبر بأن نقربه فإذا قوبل الخبر بالتصديق والأمر بالانقياد فقد حصل الإيمان في القلب باطنا وظاهرا خبرك إله مكا لقايبه ولقاته أمرك إن له كان سمو إيمانك وهير قلب صدرتت بحثك أمرك هالكاس وإنه جوق قابك وإنه أمين محاك ويمد مسألة هذا أن جوجنو هل كان كبعيسى طبيعة الإيمان هذا أمين فانت الربا قابك أو فانت استحلالك شغل الإسلام تيمر وكهلا مسألة وحول فمن لم ينقد لأمره فهو إما مكذب له أو ممتنع عن القيادة لربه وكلاهما كفر صريح وكلاهما كفر صريح ومن استخف به أو استهزاء بقلبه امتنع أن يكون منقادا لأمره فإن الانقياد إجلال وإكرام والاستخفاف إهانة وإذلال وهذان ضدان فمتى حصل في القلب أحد من تفى الآخر فعلم أن الاستخفاف والاستهانة به ينافي الإيمان منافاة ضد للضد حكى الله النبي محمد عليه الصلاة والسلام إلا قول صدام الحرمين ويوحك الرشا يقول لي النبي عيد صلى الله عليه كدقي مركي قال لما نقول يسكو قيد شرد وقال الاستحلال مناتك كدقي استحلال ببابين حكى الله طبعا هذا صدح مجلدك سقال بقول إحنا سقال بالرق هذا الكلام كجراح أنت وحنا وجد بيننا مركنا سلفنا طبيعة الإيمان يوحي هاي يقف سيسكت تلازم إياه وحنا وجد بين اعتقاد كله يكون إلا قلبيا اعتقاد ضد مقشو حن نقطة صار المسلول كها مجلدك صدحات سقال بقول إحنا سقال اعتقاد كله يكون إلا قلبيا وحنا اعتقاد تاني من سنة وعمل قلبيا وقول لسان لو يقان مرك بحثك لمرة هايو عقدك ومنه الاعتقاد الحل والتحريم وحا اعتقادك كم ميضا مرك قلبك شيء انو حرام يود آمنتو حال يود آمنتو
هدي مركا أنو كوكوبنو استحيل كفر في الاعتقاد فلا يكون القائل الربا حلال كافر ولا يكون الاستحلال قولي كفرا ولو في أحكام الدنيا إشكال كوا مهم من أتفانتا هذه الترادين ومسألة إجماع أمر الله أمر كتاجرين اعتقاد كوا عمل قلبك كي مادة اعتقاد كنا وحكم ذا اعتقاد حل شيء واعتقاد حرمته إن الشيء حاليها إن الآمن سنته هو عمل اعتقاد وقلبية إنه حاليها إن الآمن تنواصد وكالي ونسلف أنه إلى الطاع هذا ترادان وذا دع الله ترادان استحلالك اللقو قالوا بيه وإن اعتقاده الشيء إنه حراني هاي إلهنا وحللي أما أن اعتقادي إنه حلالي هاي إلهنا وحرمي سامر هضيت هاي نينك لسو استغمنا برت الميكروفون وقاتي ربط وحلال أما الزند وحلال يدا هذا ما قال يسين كرتا نيت قال يسين كرتا وتحكم وركينه وحالي ترانا الاستحلال واعتقاد حل شيء اعتقاد هو عمل قلبي نين كان قول لسان بولا يمد من اعتقاد بقهر نيك ما انت هذا هو يدبا اي بنانا غورسدو او ولا شيء با اي بنانا غورسدو او زندو وا حلال او ربدو وا عاني نبات او بنتو وا كدردري او وحا وي ها خنزير كوا ان لبشوقو خمرها لفوضو انت سنيك ليم مرده وا اعتقاد ما حد قال سنك اسغا قلبي يسوي كدروكا حقته نين كان من مستحيل با مسماها اي شيغا وريبيسي ما ربو غير الله يتقانا استحيل اعتقاد بو اي انا قد دلالات فلسفه قد هاي فلسفه كبح ما هذا ترى اعتقاد استحلالك اللي قالوا بيو ما حي الاعتقاد اعتقاد حل شيء واعتقاد حرمته مع أن الله حرم أو حلل محان وردانكم قال يسين كرتان لماذا ولو في أحكام الدنيا لماذا لأن لا نعلم مطابقة قوله لاعتقاده والكفر الاعتقاد لا يكون إلا بالاعتقاد كجواب إشكال كاس إن بضم بوحين إلي إير ككرة ميريسان إسكدائية قلبي يساك كترجمي عفكيس اتخاذ قلبي يبو وكوها إنو بين شيء سمدعي كرت ترتيب 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 وآتي لك أنا جاي لك وحبها أردي من كنسو بين شيء محمد وشيء مدعي كرت نين كان ويردو كوها اللي قرده يدو هادين استحلال كفري آهين استحلال كفري ديسان آهين كما قال يسين كرتا شيخنا هاو احتمال وحكوها الله وانو وعليه سلاة هاي الضنك راسلا وضنها ضنك راسلا شيخ ديري وحايد استحلال كوا أن يعتقد نوال بوحالي هذا الكيس هاي فرقي هاي لها ويالو عيد كليه بقالي عيد سه كلمه 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 هو النبي العايا ما في كل وحل الله عايش هورتا سو دغه هذا قلبي وأنكو وإنه قول كي عن شيء مثلاً صح واحد واحد سنة كام سنة سين كام بكسي بقى أو بحلي من بعد هذا مرة قلبي كحير له قول كأوشري مرة بكم جالس زين كذا وحنا واقع وارنا قول يقلب إسخلاف هاي ولي بقف كذا كجر منه ونرى هاي وهم خلاف ورك الشيخ ديري كجاب ورفي عون هاي استحلال بما أنا كتير فالكوي فكان أو سمينك
ومكذب لله ورسوله تكذيب شيخ تكذيب كيف؟ تكذيب النصوص الصريحة تكذيب كأضح وقال يسير يسير استحلال بوها تكذيب أردن ما هي استحلال بوها شيخ عبد الله اللي حمد ماذا حويري بمكرفون سوقاتي وراق دير بو أخري لباطن محرمات وإلهي حرمي بروي بنانتاي إلهي محرمين حرال وي كوا إلهي حللين هو حرمي كدبنا ويسكتن ما هو قيل سن وحيد وران كفتم هي ها إلهي هو حامل محرمه وكوا نو حللي ما حد كليدي كفتن كم حان قال وحي قال لي ما كفتن قال لك وركيزو قال لي ما هي شو قال لهم اخويا هو استحلال مية استحلال اعتقاد بوها شو براي ايه اصل محا وصلني عدم ايمان قلب بيسكو جلو كاسا باعثة شيخ براي ماش باعث الموالا في احكام الدنيا باعث هولي تعلم احكام الدنيا من شو قانو باعث باعث يا هولا كبحا ننكا وحادي ترى هذا ننكا وحادي ترى وحكوها لاستحلال ما مسمية ما قاعد شقي شقي إبراهيم أنا كا هذيك كل ما دودة وحنا دودة يا فكر سائد وكل حد جرى وهابي هذا كون سلفي هذا شكتة في القوين كذا ما هين هذا شخص يدين كذا مدة أم بيكسانوي لكن فكر جرى أن إن بدنا كسر قيلي ودي دين وتكون دجالنتين وكتب كقرى مخالب بين كان نقاشية نين كان يجري زنا دوا حلال أما يجري بدوا حلال كذا واقعي هذا أنا وحان وكذا واستحلال هذه استحلال وحان سكوا جين إنه قلبي يعتقاد يا نكن اعتقاد زبينه وكشيء كرا هم وكشيء كرا قولك اللسان قد يخالف قول القلب أصل كيه هذه ضد كم كان قال يسيننا شغبران وصدح ما كو قال يسيننا صدح ما كو قال يسيننا مت كان كو قال يسيننا ومت الله أطى الله وآخر وغيب وقلب هو إنه تلمه من دوام حي وورد ورد يفل فل كان روح كو قال يسيننا وفعل إسكي لذات كفره قول كان كو قال يسيننا وقول إسكي وكفري قول كان أويد ربض وحلال أما الزنا حرام معها ما إسكت بي استحلال أطعم سومها وركان ما استحلال با للمعاصي مسمية مرادات وحبا إلى آذنا وحان أسلت تاغن وحان تاغن هاي الاستحلال استحلال المعاصي والمحرمات من نغون كرو إلا اعتقاد بعد هذه سوك ترتيب لكن اعتقاد هذا ظاهر بحكو ظاهرها يا إذن موايد نمبر روح هو قال يسيني يسامي سقرائن ويده ويده سيني ده بضا حلال ما استحلال بي كو جالس إنك مسوح إلهي ببينك كو جالس إنس إنه بين شيء اسمه دعي كرت إذن والكفر لا يثبت بالاحتمال إجماع والكفر لا يثبت بالاحتمال إجماعا إيكادي أو إيكادي إبراهيم بن رباين أن وركي سمير ساره هيك سيدين قد بيقول جراي قليه جهمية ذا وحكود عين بايدون كود عين جهمية ذا أيه وحيدة هذا النبي محمد الله عايو كفر معها ومعصية كبيرة لكن مجرد صب الله كفر معها لكن من استحل صب فقد كفر هذا الكشيخ يجيب عن كتب الأخرين بذات هذا يكون تاي جهمي محيو هاي جهمي مكل النقاشين ربعين أسبان جهمي محيو تاي وصارم المسلول مجلد كصدحات
صفحه ما هي 690 اي ما هو استعلالك كذا اللي جرى اسكسوا احباط ما لو ما صوتهم كل واحد داشين ايدين سو بحي واكنا صفحه 963 الوجه الثالث ان اعتقاد حل السب كفر سواء اقترن به وجود السب او لم يقترن فإذا لا أثر للسب في التكفير وجودا وعدما وإنما المؤثر هو الاعتقاد وهو شيء واحد يستوي إن استحالة اعتقاد بالكلمتين وهو خلاف ما أجمع عليه العلماء الوجه الرابع من ربا أنه إذا كان المكفر صابق الوجه قالوا بهدوية هو اعتقاد الحل فليس في السب ما يدل على أن ساب مستحل ما طيب سماه هذا استحلال كينوية اعتقاد الحل أوية شيء جدا روح أفكا وكشيء وركا أسقى متصايم أنه مستحل في القلب قد يكون كاذبا شخص هو ذا أنه إذا كان المكفر هو اعتقاد الحل فليس في السب ما يدل على أن ساب مستحل فيجب أن لا يكفر لا سيما إذا قال أنا أعتقد أن هذا حرام وإنما قلته غيظا وسفها أو عبثا أو لعبا كما قال المنافقون إنما كنا نخوض ونلعب كما إذا قال إنما قذفت هذا أو كذبت عليه لعبا وعبثا فإن قيل لا يكونون كفارا فهو خلاف نص القرآن وإن قيل يكونون كفارا فهو تكفير بغير موجب إذ لم يجعل نفس السب مكفرا وقول قائل أنا لا أصدقه في هذا لا يستقيم فإن التكفير لا يكون بأمر محتمل بأمر محتمل فإذا كان قد قال أنا أعتقد أن ذلك ذنب ومعصيته وأنا أفعله فكيف يكفر إن لم يكن ذلك كفرا ولهذا قال سبحانه وتعالى لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم ولم يقل قد كذبتم في قولكم إنما كنا نخوض ونلعب فلم يكذبهم في هذا العذر كما كذبهم في سائر ما أظهروه من العذر الذي يوجب براءتهم من الكفر كما لو كانوا صادقين بل بيّن أنهم كفروا بعد إيمانهم بهذا الخوض واللعب وركاين الفانتين بيلا طاح إذن كمرك وحا إذا هيستشغ إبراهن وحاوي استحلال مكة اللي وحال ليدين لا يكون إلا اعتقادا ننك إذا شيء هو حلال إلهي حرمه كيف رب حرمنا هو حلال يدين وحال ليدين بمجرد حق قال إذن قولك لأن قولك سا استحلالا التناقض لأن حدك لابد أن يطرد وينعكس ما كتعرفين استحلالك اعتقاد بعض هذين هذا أنا قول استحلال ومدك قاليسين إنسان هذا الله إنسان قول كان وحوكا والرمى هي وحو آمن سنة قد يصدق وقد يكذب والتكفير لا يكون بأمر محتمل إشكالك واد فانتين بيلتا شيخي تكذيبي هول هي أن استحلال بان كان نقاشين مرحبا سودة وركة أنا هذا هكبح خدك وهو يمن دون الشيخ وركيس الشيخ هذا محكمتين محكمة جهمية وحايدين سارد باب إذا بابك جهمية قال وحال يسكوك أنت أطوى إشكالك وليس كنا أدرين ما هذا إنا أنو ردنا يا أماد إزدفاع إسان ما وحان ربك لي إشكالك ماشي كجو أنتو ليك هاي إنا نسلفان وحان أقود بينا بحثك حقا استحلالك الربطاء وفعل شيء المحرم كالحلال مع الاعتقاد أنه حرام في الشر اعتقاد استحلالك ذلك الوقا ليسي إن إشكالك وإيمان وحاوي وأفعال يا أقوال شغلكم على اعتقاد وحل إله محايا إلي وإنك صوم مري قول اللسان كحول نقضاء تصديق القلب أفعال الجوارح ما يقول الله أبطاني كحرينهن عمل القلب قفك بين آدم كأمركو وقاذ الشيء كديب حقدش شا حالي عمل بين سوشك وحي استحلاله إن معاسي لقد عمل الله سمي الله سمي قاب سيدا يضبنا الله سمي وعمل الجوارح كسف لي عمل القلب شغل بكم لا اعتقاد كي مشى لا آدني تصدق مشى لا آدني نقول يربا إن كنت ألغي كديب حنوقد بيننا أصل كمسألة أروح هذه الاستحلال كفعل قالوا بها وفعل شيء
المحرم كفعل الحلال مع الاعتقاد أنه محرم في الشر. أدو أمن سنة أك شيء إنه إلهي حرمي إن هذا شيء حاران تقصى ما يسو سيدي شيء بنان أو كلي فعل أهان أتكون مجستا يا استحلال ليد هذا قول كنا ونقون كراسو كترجمة هي كترجمة عمل كذي قلب هذا وحكو جرام التصديق فاسدة أما عمل فاسد لا بحد ذاته مركو حنقون يقول كنا استحلال فعل كنا حنقون يا استعلال مركا قابك ودعي لفيري وحب اعتقاد مركا آدي مينو الإمام العلامة طوربشتي حنفقة وحويري كتابة مصابيح السنة مجلد كصدحات سقال بلغتن يكو الاستحلال استنزال الشيء المحرم محل الحلال استنزال الشيء المحرم إن سويد جسد صوردكتو محل الحلال بور ماش حلاش عادقاتو فعل بكاء الله يا فعل بكاء الله يا ابن سعيد الحميري يسوي حول كتاب كيسة شمس العلوم جلد كصدحات كون صدح بقول يصدح الاستحلال بو إلا وسوى معجم ويحول استحل يعده حلالا يعده حلالا وحوال كترينتر من اعتقاد بما سوى فل بلغم وشيا شيء مكا كترينيس وفل مكا إذا أريها كترينيس أما بنقيها أدقيلة كترينيس ما فلا طمين إساء مسوى اعتقاد فلوي وحول استحل يعده حلالا محمد بكر الرازي وذلك قالها جوه مختار الصحوات قرنيسان استحل شيئا أي عده حلالا والتحليل ضد تحريم شغل سامي ابن تيمية إيه ابن قيم إشكال كهذا يدين شيء هي تعريف وكو إيمان هي إمران كتبته هذا أي إمران كتاب كيسا بيان الدليل على بطون تحليل وحول فإن المستحل لشيء هو الذي يأخذه معتقدا حله معتقدا حله ابن قيم وحور فإن المستحل لشيء هو الذي يفعله معتقدا حله شيخ حسين لكن هذا الكلام لو مخو جيسن كرو اسو وعدي ميلك لو كعدي وحو كيناي استحلالك انو عيدان نكون كرو كفر الايمان نكون امتناع نكون كرو وهذا الكلام كو شيغي بيان ودي بيان دلو كو اوريي وي 33 عام لبو جير مكو قوري كتاب غاسغا وا قديم إنتان شيخو علمي يسميشو غاري واقدن بؤوسن غاري كتبتو قريو تراجعاتنا شيخو والي والأكتهين أساقاب شيخو واقورون وهن حنبلي وبغداد يا وصفات الاختيارية إنكرة أنسوغن كما هو معتقد ومذهب جدها بالبركات أبي ورنا عبد الحليم ورنا أساقو هذا وحوكها الله إيقاتا استحلالك هذا مثل ميدو كتعريفية ماشا أيضا مجلد كصدحات سقال بغت الدباتن يكو أثار من مسلول وبيان هذا أن من فعل المحارم مستحلا له فهو كاف بالاتفاق فما فإنه ما آمن بالقرآن من استحل محارمه وكذلك لو استحل بغير فعل ولا استحلال اعتقاد أنها حلال له وذلك يكون تارة باعتقاد أن الله أحلها وتارة باعتقاد أن الله لم يحرمها استحلالك اعتقاده كوبتن شوقك وديدين هاي وحكوه القلاب ورمر اعتقاد أيضا بي هل كان الربا وتارة يعلم أن الله حرمها ويعلم أن الرسول إنما حرم ما حرمه الله ثم يمتنع عن التزام هذا التحريم كفر أمرك ما حلو يغانا كفر الإباء والامتناع بالليل هذا ويعاند المحرم فهذا أشد كفرا ممن قبله استحيالك عادي كان بك درنب قابك أغرق من روح معصية كان بك حبا وقد يكون هذا مع علم بأن من لم يلتزم هذا التحريم عاقبه الله وعذبه ثم إن هذا الامتناع والإيباء ما هو اعتقاد من بآذن إيباء امتناع بقلية هذا ما كان ذنب إذن لح صورة مساشا صورة شيء قد الوريق إيسا شيء أذو أقن حرامي هذا سمين تيسا إنا تكو هل كا آخرية قد يضع مركيان لو خل دمين استحلالك أن إشكالك لهين وكي عدهي علماء إن بدن خاصة حنفية خاصة وذات كيلورن جري رشيد رضا بحث دير كتاب كسا المنار كله ونفافاهي وهذا حنفية نقل يرو أيوة التلمان بايدين شيئا نين كيلورن جري أبو الثناء اللامينش
ألا مشي الحنفي علماء القرن الشناد يتضبط لحد بوها كتاب جزاء التمهيد في بيان عفوا التمهيد لقواعد التوحيد الحلية سبحانه بقول الله تنكو قال أهل السنة والجماعة من ارتكب كبيرة من أهل الإيمان فإن ارتكبها مستحلا لها فإن ارتكبها مستحلا لها أو مستخفا بمن ينهى عنها أو على قصد العصيان فإنه يكفر بالله معصية سميسي حبو سميسي استحلال وحبو سميسي مستخفا بمن ينهى عنها وحفو سميسي أخوه كودي ذا يحرتك الله يسيه وذا وهابي ذا وحن وحاران تقوها إيه وذا ذا حسب ذا إيه جماعة الآن وحاسا واتكو حمين السابق أو مستخفا بمن ينهى عنها قواد أتروك لو إنها عورة أستر ويسكسي الترطيبة نا إلهي باك أحرم يجرك أنه مجزي وحد يلي قرب صار كإسار ما نضاي ودرع بيسوف رطيب أنا إنا غبسطيها خياد إسلامتي صدحوكم كركو أغسارت إلا هذا ما شاء الله سعطوانك واركاي أو مستخفا بمن ينهى عنها أو على قصد العصيان أما وحاول أصلا يسمان إلهي العاسيد كورو إلهي العاسيد بهرت مع سيمان تقول صميم حيث أو شيء هو قالوا وحفظ يستوى قرصنا يضطك حمان تكريبا هو قالوا وبنا يستوى وإن ارتكبها لغلبة شهوة أو كسل أو غضب أو حمية أو أنفة وهو يخاف الله وهو يخاف أن يعذبه الله عليها ويرجو رحمة ومغفرته في ذلك فاسمه المؤمن الفاسق وحكم أنه لو تاب لغفر له وإن مات قبل توبتي فلله تعالى فيه المشيئة بحث ديربوسي يوسي قدبي محل شايد كما كانوا جوامحي علماء الله هذه الطرام تصديق وعمل يستلزم عمل القلب عمل القلب يستلزم عمل الجوارح قولك التصديق قلبك تصديق أنا وحكي إنسان يا قول اللسان آت إلى هذه حال اختيار مكان مرة إنه مناطاتك وحي عمل القلب وإن أفعال الجوارح أسأل اللوع عليه وحي قول لسان اللوع عليه تصديق اللوع عليه وحي نقال دي نمرك وحاوي هادان ده أنه استحلال ومحاطة أنه اعتقاد وي إشكالك با إيمان إياه تقول بنا إذن شيء وحاطري استحلالك الوقع لوبي وكفرك واعتقاد حل الشيء مع أن الله حرمه أما هو اعتقاد حرمة شيء مع أن الله أحله وحاد إشكالك إيمان إياه وحد صوم مرتين وأهل قبلون أسكوا وافقين شيء أنا ذوك الجاهلة حال نمت كيسية حال نمت كسادات صمي سنة أنا كدن بابيني أنا لو قالوا بيني والجهل في شرائعي ليس بكفر بالإجماع زين هذا إنه رب حرم هذا وين بدني ستي خمرة هذا إنه رب إنه حرم بعد عبتي بينتو إنه حاران تهذا إنه وين بمتنا أت يا شيخ تهدي لا يا دوا تحريم كذا واسمع عقل ما لا إذا إلا بحث بأكجرة محرمات كذا تكون عضو أذن أغين أما أن تمكنين حكم كذي محل سكوغا دم بالمليد كفرنا محل سكوغا إذن استحيال ومحاطة وحاطة لهذين وإن أدعوكت إله إنو حرمي كدي من آذي اعتقادي سوء إنو حلالي تانا واجمع بين نقيضين ومخالف للفطرة والعقول شيئا أغير ربي إنو حرمي أما أن أقول ربي إنه حلالي أن اعتقاد سنة هاي أنا سيدا آمن سنة هذا أنا ما آمن كرو سيدي سيكت كسور جيت ما دعي كرتو وذلك كما حد أقول إنه يا نجم الدين حدك أذو أقول إنه وذلك يا آمن كرتو إنه وحسان يا ما آمن كرتا هذا اسمك ينيس وحد أقول إنه إلهي حرمي ما آمن كرتو إنه حلال كويا إذن جمع بين النقيضين بعد كجرتا روح المعصية كل عي إيه بنا يستي يسيد حراش أو قد قمي أسوقون أقول إني حاران تاي ما قال يزين كرتان محايا لوا جاهل في بابي الشرايع والجهل في الشرايع ما هين كفري قفك معصية دي أسوقون أقول إني حاران تاي ما بنا ينسنكر بمعنى ما اعتقادين كرو إني حلال أطه وحو أقيها ربنا وحرمه وحو اعتقادين ربنا وحرمه ما آمني كرا إسلام مركز إني حلال أطا يا ساق أم مسلمة يا حلال أطا وجعن بين النقيضين أعتقد أنه حرام
واعتقد انه ليس بحرام صورة قلبه، اعتقد ان الزنا حرام حرمه الله، واعتقد في نفس الوقت انه ليس بحرام اسكن ولا داء الله جمع بين النقيضين. اما ان جاهلتك في رسال في الشرائع ها او تكفير بغير موجب ولا دليل، واما انه جمع بين النقيضين. شيخ حسين بن بوكات لو شايدا واحد ديدنا مجرى قاعده بن ادمكو وحو اوغي هي وحان كا اهين ما امني كرو وحد اوغت ما تن نيروب جوقته او مكتبه دارح دح فديدو مالين جمعه بعد العصر ما امني كرتني قد يهد فديدو وحان جير الموت لو سبه شيغي يا دوليه تضلك تاك تاكو جرتني هاوشا اسكا الهاليه هاوشا اسكا الهاليه وحد كو قسبنتين مركه الهي بحتاتا ان يعدي وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا لما كان حي كجران كل جحد محو قام حي وحد اوقتهي دب اد اوقتنا افك كبين يسوي وحد اوقتهي ان الافك كبين اس كان محل هذا جحود بلا جحود وجحود اللساني ايوه امسن الرسول يا انبياء النبي موسى النبي محمد يا حقيه كتبنا حق طيب افك باركزه كبين وجحدوا بها اي لسانا واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا ظلما وعلوا ومانعي كقومي عمل القلب لا تغي ويا بابيه لدين شيء قران كدين شيغيا كفار قيس بن حكيري فانهم لا يكذبونك من حيث القلب وتكذيب القلب فإنهم لا يكذبونك في القلب ولكن ظالمين بآيات الله يجحدون لسانا كفار قريش محيوقين بضن كود دقيدو دي عامل اسكدا لهروسني وحي أبو جهل وكيد وأن أبن النبي حقيا لكن يقول أنه أنا ربنا هاشم من الرقيستا هذا ربنا مخزومنا فإنهم لا يكذبونك باللسان معها قد كذبوه باللسان وقلبك وحر ربك الله فإنهم لا يكذبونك أي قلبا التكذيب القلب يكون مجر وأقيين ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون في اللسان سقران كسوكين مجدا واحد آمن سنتا ربي إنه كحرمي حرانا يا إمرنا ما آمني كرتد إيه إنه حلال يا ينبال لسو شيء سو ربي دي أبو ريب بن آدم سوتي يلقى بين شيء استحلالكم من نقون كارو مركة اعتقاد قلبي من نقون كارو محايا إلي هدان جاهلة هنا وأنا جاهل شيء عام بنايستنا هي كفر وكم أدعين استحيل كفر وكم أدعين بق أنا جاهل هذا شرائع اللي كخل دمه في الشرائع كخل دمه أم بنايس الزنا دي الربا دي يا خمرة دي بنايست مع أني جاهل بأحكام الشريعة حقيقة أو تقديرا هي استحيل كفر على مهر كفر ما أنا كده عنبا هذات كتعريف في سان هي استحلالك هو الاعتقاد أتري هذا أنا روح مدعي كرتو الا انك تكفرنا اذا استعلك قلبك استعلك عقدك تكفرنا وانين عالم صمه الا جهل وقصه تكتب وعالم ان الله حرم هذا وحلل هذا وحو اوغا اما و اعتقادتنا انه حرام يهي ما امني كرو انه حلال يهي شي يقول اوغا ربي انه حلال ما امني كرو انه ربي حرمي اذا واجع بين نقيضين او تكفير للجاهل إن نقيضين جمع إسان أما الجاهل تكفير إسان وي كلاهما أنا واحد قصع أنا يماها استحلال قولها الاستحلال القولي الاستحلال القولي مع اعتقاد التحريم وهم حي وكفر جحود كفر جحود من غني وكيد مرة كم رميزين لا أدين كيان ما لك لا أدين وحالي مثلا شيء إلهي بقى شيء ربضه وحلال باتر خمرضه وحلال زنده وحلال أدو أمن سن إنه حاران تاي مركا واصورة قل لأنه مكل من لما اعتقاد نقيدان مكل من أفكا وحد كتر ربض وحلال وحاتر زنده وحلال خمرض وحلال قول كاسن كو قاليسين ايا محايا المحن كو قاليسين وكفر جحود كفر جحود القرآن كان شيخي هدا نذين أيضا آخرين يزيد لكن استحال لما دي كرتا استحال كان لما يدا هذو وما هو كفر جحود نقيدنا مكل مكل مهيانا ايو اكربين وحرمي بل افك وحد كتري
وحلال أذوق ربنا وحلال اللي بعفوا حد كتيري وحرام إذن وكفر الجحود باب كرد عدي وتكذيب لسانية كذبت أخبار الله وأخبار رسوله وأحكامه باد بين سبيل القول كفر أم كفر الجحود أم وكفر التكذيب حق اللسان مع أنك معتقد في القلب أن الله حرم هذا وحلل هذا استحلال كذا شيء ما يا وضع صعنا مع أي سواري الاستحلال الفعلي مع اعتقاد التحريم شيء أنا أذوق إنه رب حرمي أق كان رب حللي أق يوحو أقول نقن تيسيدي شيء حلال أو كلي كان هو كفر إباء وامتناع وي أصلا نقدان مقول مايا عمل القلب وضعيفي فصار كالمعدوم وبقي يوحى صهر كلية معرفة قلبي كلية ماشي جوكت مركز المعصيد وحضر الله ما نيسا ها سيدي شيء حلال خمرة وحضر عبتا سيدي كوب شاها خمرة وحضر عبتا سيدي عانا قيلو صوصعة بنانها الله فريسا وابد كو حرقوني سنكابة تاقي بكيري قال الآيريس هنساني وحوليس كوكو هايسابا مجرو إلهي بنا كحشونين أذا بنا كحشونين إنا بكم أدير نيس نين حب الطفاح عنا هاي أدوك اسك متباتي كوب قحوان ينضل بضي أدوك اسك متباتي واستحلال الفعل بمعنى ممارسة الحرام كفعل الحلال إذا مع أنك معتقد أن الله حرم تصديقي أوجوغي اعتقادك أوجوغي يوحى أقول لك أنت حارانتك كالمباح من غير تحرج ولا مبالات مر كان منا غير ما يمن محايل وحاد دمي عمل القلب كنا عبيسين لها مع سيادك إيه أكين لها أقول لك أنت سيدي شيء حاران أو فقاته أما أقبصت على أقل التقدير أما أتقوب قريرته أما يكذل الكوي يحرم باك حرم ما محايل كبر حسد رئاسه غالب شاو حق دافتو كينتي شيء با إنو كون نقضو سيدي بيقبو أي يميت وعمل قلبي ما ماشي كبحي مركز إن كديرين أو كدن قينين ثم هذا رجل ضدك معاصي لك وحرقوه قبلها ثم هذا رجل إذا عادها كشقية أما ميلها كشقية إن إسقاوي أن أركه هرمر ماشي قدم بيس رين مقالنيو قبل ده الشيطان الدون كان مانطه يساته قبل حجابا نقشين سنيس وقور سنيس شغلة كعيدس ماشي كشقيس كساريس تين رضا سعودتك وهيس ثم يدارة كوة سمارة سمارة إسلاحية إن أجر نقدلان إيو إن أولاد مسكينو تكون ملحقان أيو سمانت قرنو قيد لا عايزين فراء كله بتاني وحاو سمان قف مسلمة ديكي وأو سميني هيركاسي قادين الاستحلال الفعلي مع اعتقاد التحريم وكفر إباء وامتناع وعناد التكذيب القولي قلت الله بايح قمرضه وحلال يا قمرضه وزنده وحلالات جلادنا ومحي وكفر الجحود مع اعتقاد التحريم وحن الدين ومحي جعل بيننا قدنك النقضي اعتقاد الحل هنا الآن من تشغيل حلال يا مع اعتقاد التحريم قولنا ها تكذيب قلبي سبحان عيسى هذا الشيء هو هي شيء هو حلال شيء حرام تبغى تروح حلال وحنا مسنتاي إنه حرام يا هاي بدأ مسنتاي وتر ربنا جديد فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالم بآيات الله يجحدون ربنا جديد هو قد يضم مركا أن ربنا أسلفها إنه ومد عيده أمثلة بضم بي يعني هذا كور صوش شجني أو كتاب يجيبه تكو شجني نيل بضم كقري حتى أشعره ذي كهله وحيد إنكِ ضرورة الآن ضفار قشوا قال بيده خنزير بثير ريس كبر رئيسه توات كرسته باش باش وتدرت من غير الضرورة فقد كفرت لأن وازع طبعي بين آدم كوجرة المؤمنين تكوجرة أي ضفار أي كقبان مرنا بحث ضرورهم ومعنا ببركوت هذا ضفار إسك قلت أظن ضروركوجي نصير ري أرجع إسك قلت هيه كافر باطيده واستحلال بيده قتادي جماعة من السلف وحيدة نكتب بتشيف كأه
ee qaata cuduruq jid gooyaha muslimiinta intu jid u galayno xoola ka dhaco ama hawl kala sameeyo waa loo dul qaadan karaa waa macaasi laakiin shirinka markaan dhiib u hadu idilayo dhigga u banaysanayo inuu lacag iga qaato waa kaafir boodi naafi waasa ku tagay mawla ibn umar jamaa min salaf balaga soo gurshaa idha kana yastaqtuluni من أخذ مالي فقد كفروا مالك هقات لكن رو شو شين كي هقات أنا كم من كوالك وحكر قيام بطي طبعا شين لو يجي جيدا يبغى الضر مهوار كانوا يهاي استحلال فعلة حنفية وذلك شافعي جاب سوقوري كتاب سيدور النضيد في مجموعة الحفيد هذا قرب إنك سوقوري ومن اتخذ الحرام حرفة وصنعة فقد كفر الانفقاد شيء حرام مهرات قد يغا طيبة دكان بفرض حكا غش غيسا خمرة قوقة طابة دكان بفرض حكا سو غيسا قوات باتاي زناد سو غيسا دكان بفرض حكا يبسا حشيشك وحكا لبكو ما قبت قوري بفرض حكا اكتب بنك ريباوية أضاب أشقة تقطيت على غصب بحيان أشقة البنك بنوك تريبا كلا طور حسابي محمد شركو قالت أخذ الربا ومعطيه بعض أشقة سابا شاهد باكتا وكيل باكتا شقة صد بنيس ولبنك سمار أشقة فعلا مشار سلري اركب قالتا بس انك تاقيس لوها بيس سارم با ندم بكتر المتيد ومن اتخذ الحرام حرفة وكيس علمكم مثالية أنا وين بروح عندكم مثالية ها قبلها كشقية إذا عدا جزيرة إن بضم بينكم مثالية هذا واد وتكون ده شيء بيلات وحالا ماذا كوا أصو أجو يشتك ليس إنك لقوش قيست سمعت خي بدل ليس بالوقة خمرة قبلها زيني سنة ليس بيجوستان عن شربة ولي بلقى قادة إن شيء حرام كشقيسي ليس لوجو يو إلا كتابه إيه إذنكو وحوضن وايسكو حقوب كو هذا الكو واحقوب صور كاسو دوام حي وصور استحلال فعل وكفر وكتصة مع اعتقادي التحريم مارك إشكالك وإن آدسك غير اللسان إشكالك إيمانا كفر التكذيب التكذيب اللساني يعني الاستحلال الفعل الكفري يعني لسكو قسن هديك لو حيمانا جمع بين النقيضين بإيمانا هذا اليورو شيخ الاسلام تيمي لغا سو غوريو كتاب كي سبان المريدين شيخ وان كبي كلمه دا اذا كنت دايم مايو وانا ما هوش انا قلت لك انا تلفان اشكالك الامام الكبير مجلد كلو عفوا سبحان الله بقول كنتم يا مجموع الفتاوى كنت دابعا يا مجلد الضباط سبحان الضباطنات يا مختصر كي شيخ عبد الوهاب كتاب الايمان والخساريه سبحان الله تضباطن يكو الى تضباطن لبو نصب كجره مشكله ولف دون كشن قوت شلون تيمي لغا سو غوريو أيما دعوة النجدين مكي كسو قوريين قاب محرفة يسو قوريين قابلنا وحيدا وابسدان وسانا لو قد جدايو مقدرات وحيبا قوان بيقدرين وحيبا تستوسيين لكن ونص مشكلة نص كواكا أنت كنتو الأخرية آيات دي مركو شرح تعليقين يتخذوا أحبارهم وربانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم يشيغوا حيولي انتانا كبح النصوص تعلم هذا مركو إشكال كيمات لابا طريق با لغفة سراه لو طريق يا لو فسرة نص كم مشكل كهرت النقونة يا متشابه النقونة يا ونص لقطولة أو مضيئة أو كليجية أو تاجرية طلعي سنين أو خلاف سن نصوص تبضنيت شيخ خاصي أولها مركو سيدا النقضو لو طريق با لو فسرة طريق كوبات وين النص كاني أدأوشو سادو أوافجزو أصول الشيخ هذا وافنجسو إيو النصوص تكلي جزء جيدة بضنية قضية دون قصة بضنية ناس كبر بضنية ناس كانوا لوكتور وكلي نصوص كلي أو شيخ ولا جزئية أو مثلا قصة بضنية باتشيرة أو خلاف الناس كان قواعد أصول جود الشيخ وكد دولا ولا يعني مركو سيدا النقض الله بطريق بكوف إما إن الأول شلي يوافق إنه الأصول ش كله وافق الشيخ هاسي إيو النصوص جزء وافق يا إما إن اعتراضه تحريف بكجرة لأن العلماء وحلو تيريا وحبضون إسان قبين ابن قيم بكالي وكم من نص نصب إلى إمام وهو بريء منه تف ابن الجوزي بكالي سيد الخاطر
ابن عبد الهادي بقى العقود الدريه كل شيء الشغل الاسلام ان لو تيري وحسن شغل كل هاي دسائس لقى بعي كتبتيس لقلي مركو حلا قاربا ان الشيخ مركض نص مشكله راه متشابهه ضلابته نصوصه الاخرى في نفس هذه القضيه وقواعد الكليه في الاصول في الباب اسغا شيغا وشا شيخ قال لي نص كان مركا اني اساسه الى نقوا وارك دونتا شيخ يقول وهؤلاء الذين اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله حيث اطاعوهم في التحليل ما حرم الله وتحريم ما احل الله يكونون على وجهين كوان كدغتي رؤسودودي علمودودي الهيها كدغتي اي كو راعي حرم الدرب و حللي اما حل الدرب و حرم لبا قاب بين قونيان لبا وجه أحدهما دقيس وركاسك أن يعلموا أطباعي أنهم بدلوا مطبوعين أنهم بدلوا دين الله فيتبعونهم على التبديل اتباع أبو الشيخي اعتقاد مشيخي وحيو قادين رؤاسه يمضحه يعلمه إن الدين كإلهي بدلين ويكال ليحذين وحكاين الدجيين مركاس عامد يا شعب كراعين تبديلك انت وليس ملها كذب حولي فيعتقدون فيتبعونهم على التبديل فيعتقدون التحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله اتباعا لرؤسائهم مع علمهم أنهم خالفوا دين الرسل فهذا كفر وقد جعله الله ورسوله شركا وإن لم يكونوا يصلون لهم ويسجدون لهم فكان من اتبع غيره في خلاف الدين مع علمه أنه خلاف الدين واعتقد ما قاله ذلك دون ما قاله الرسول عفوا قاله الله ورسوله مشركا مثل هؤلاء هذا الكلام حي اشكاله كجره هذا الكلام مفسره مس اشكال وين بكجره اشكاله دم باش عبد الله كجره وحو جمعيه شيخه وقال اي اوغي دينك لا اني كل لحدين يعتقاد اعتقادين انه وحو حرام حلال يا وجمع بين نقيضين نص من هذا المغلى يا عبد الله مكعل يا احدهما عندها كلفورا ما انت وينو سايناي احدهما ان يعلموا انهم بدلوا دين الله شعبك وحي اوغيين مدخدود دينك اني بدلين بي اوغي فيتبعونهم على التبديل ويكون راعين دولته وحي تري خمره وي بنانت ربد وي بنانت زيد وي بنانت ايغو اوك ربغود انو حرمه هوشان وداد مدخدون اي كل حتى حقي بي كراعين بر فيتبعونهم على التبديل فيعتقدون تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله اتباعا لرؤسائهم مع علمهم أنهم خالفوا دين الرسل فهذا كفر وقد جعله الله ورسوله شركا وإن لم يكونوا يصلون لهم يسجدون لهم كيف كان من اتبع غيره في خلاف الدين مع علمه أنه خلاف الدين واعتقد ما قاله ذلك دون ما قاله رسول الله ورسوله مشركا مثل هؤلاء أنا رميه فرتك هو تام وفر وحبك كثيرين وياي سودة وياي سودة سودة إشكال قرطان كوفا سرانه وحوكو رشاخه قولي أنا عام ماذا مش وحاجة مطبوعين يو يا أطباع حاكمي محكوم رئيس يو مرؤوس وإذا دا لو دقها فرا باش ما ندوي كلات عام ماذا وحوكيهين ماذا حضانين يكلا حتى دينك إلهي بيوكيهين او ربغي يا رسول وحيدنا يكلخده مركاس اي كو راعين وحينا امنين واعتقاديين مدخدو waxay sheegtay oo waxay kalexdeen rabbi rasul waxay sheegan bay kalexde waxaanu kuleena marka shee abdullah iyo saddex goor buu sheegay iqtiqaad sheegay laba goorna itibaac buu sheegay saddex goorna cilmi buu sheegay say u kulmi karta anigu oo abdullah ibn إنه كتابك الرب جاي خلافي خمرنا أوب بنا أني أوك إن اعتقاد خمرنا إني حتى نبنا أنت هاي ربنا أنا وين وحرمي شو هو أنت؟ هذا أباك ردي ها ها شيخنا إيه صورة جابات صورة جابني أنا دي كوزو ضحي وتبديل يكون راعين وحكومي ماشى أيضا أنت اعتقادك من بؤوسا أيضا اعتقادين وحبحيا أمير دوري أي وحكمكم راه ماشي كبحه نحن نقيد وقلنا اعتقاد كان دبو تفسير لي اتباعي اتباعي اعتقاد كباب ما انا قلنا كايل من علومنا كايل ميس شيخ
سوك اتباع كليه كم حكم تبديل كليه كم حكم عور فيعتقدون بعد العلم بعد الاتباع فيعتقدون بهذا بعد الاتباع بس إذن علمي اعتقاد كل مثل نقيضينا ما يا وحن ما اعتقاد كان تبغى تفسير الاتباع يا شيخي سوق عبد الله ما زدت إشكالك هو قائم ولي وحما رقاشن ها شيخ وكسو شيكي دي قريه بدري ظاهرا لو كان سميين قال لماذا ايي ما يؤمن سطلي امسين وي بوغايين ربي انه حرم الرسول كيسي سي اعتقاد يعني انه حلال يا شيخ محمد ان شاء الله كنا بفانت مره وحو كور وحي اوغيين رؤوس تا اني بدل الدين كلاي اوغيين او ربي الرسول اي خلافين باوغي شيخ وكع العلي ايوغو اوغبي هدنا وحي اعتقاده وحي مدحو بنيين حرام هيدني حلالته جمع بين النقيضين حدوي وحبو شيخ وما وما اولي كرتا ان دمي كادي الثاني ان يكون اعتقادهم وايمانهم بتحليل الحرام وتحليل بتحريم الحلال وتحليل الحرام ثابتا لكنهم اطاعوهم في معصيه الله كما يفعل المسلم ما يفعله من المعاصي التي يعتقد انها معاص فهؤلاء لهم حكم امثالهم من اهل الذنوب هذا الدير بو شيخ مرك ليمت ثم ذلك المحرم للحلال والمحل للحرام اذا كان مجتهدا قصد اتباع الرسول قصده اتباع الرسول لكن خفي عليه الحق في نفس الأمر وقد اتقى الله ما استطاع فهذا لا يؤاخذه الله بخطأ بل يثيبه على اجتهاده الذي أطاع به ربه هذا غير بوسيوده هذا كان مركوا مشكل كي ما شاء يداه صادرت اعتقادك شيخ حسوعلي لبقر بسوعلي علمي كان صدح قر بسوعلي هذا نخلط من الإمام الذهبي بعد تلخيصي كتابك ذهبنا ورقة آذي آذ بارع وإلهي باب أفر التلخيصك هذا الكذا سمح بكتر معنى هيسي يو هذا الكذا شن مجلد قد اكتب حقوق قابلنا هيا هالجز وحو كتقن مجري لو مزيري باب إلهي كفر يبوري هذيان صادوك الآن أودي لها وحبضا ما تلخيصين لها نينك الذي ذهب كتابك تلخيصي وحونا يقعد وحونا سوى وهم وهؤلاء الذين اتخذوا أحبارهم وربانهم أربابا حيث أطاعوهم في تحليل ما حرم الله مع علمهم أنهم خالفوا دين الرسل فهذا كفر وركان وصحيح وركان ذهبي لا إشكال فيه وعن ربيوي مسألة الإيمان وما يتعلق بها صفحة بقول اللح إلى بقول التطبق كفيرية هذا كان صوب إشكال ملا وهم الذين اتخذوا أحبارهم وربانهم أربابا من دون الله حيث أطاعوهم في تحليل وطاعد شرك ذاهي حيث أطاعوهم في التحليل ما حرم الله مع علمهم أنهم خالفوا دين الرسل فهذا كفر وقد جعله الله ورسوله شركا وإن لم يكونوا يصلون لهم قال صلى الله عليه وسلم لا طاعة لمخلوق في معصية هذا الشيخ السوق جابي ثم المحرم للحلال والمحل للحرام إذا وحارب هذا الكذهب يادان لقبة بادين هذا الكشوس المتبي وجمع بين النقيضين إذنك إذنك إنا شيخ أقل بحسان إنا هذا الإشكال كسلمتان كالقاضة وحا إذن كوي سوحوا هذا الإشكال كسلمة هذا هو إشكال كمجر عبد الله كبه دوغا تاسان دي دنا هذا هو مشكل لكن ولا أولك روين يداه وحاكو جرى ذلك سمين نص بكوية وليبا إن جعبين نقضين نص صريحة وي لكن وإلا هذا كان هو مخالف لقواعد شيخ الإسلام من تيمية نصوص جزء وخلاف سن أردك اسم مهذب كاي ملخص كأنا إشكال كمبك ينبا وبالتالي كتابك هو من آخر ما ألفه شخص أصول المسودو قد انتهي الإمام الكبير
مات عنه ولم يبيض سواء تبيذين بوكادين تمسود دوها ما تصحيحين با مركا هرطا قيل بلان بايدين فورا لكن وحلسوا اجتاكتين اي 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 تنديدين هاريه وادي فانتين بيلتا هذا النقل او يربا ندين شيق او مثلا او شغو كاها اللي او تصايا انهم هذا الكوكو الامام الكبير وخطأ يا هاي اما تصحيف يا من النساخ شيخنا وشغل وسنكولا هاين آيات قول لقد وحكاها لكتاب سأرد على الإخناي المالكي هذا الكيسة بارمان دقي ستان اتباع بس يطاع بس وحكو تكفير مية عصوق هذه إسلا آيات دبوكينا وكا سحور فقد أخبر الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى أن رؤوسهم لما أحلوا لهم الحرام وحرموا عليهم الحلال فأطاعوهم كانت تلك الطاعة عبادة لهم وشركا بالله طاعة كلية وهذا الكي ذهب يمت نسكيسي وعيدي فأطاعوهم كانت تلك الطاعة عبادة لهم وشركا بالله وهذا الكسي الدرنكيور وهذا يتناول كقيمة بدل الوجهة وهذا يتناول ما إذا أحلوا وحرموا متعمدين للمخالفة أو متأولين مخطئين هذه الرؤساء يعلمون أي حرام بنيان حلال نحرمان أيوه متعمدين أم متأولين تدك كل راعي وقالوا بيا تدك كل راعي وقال لا سيما وعلماء النصارى هم عند أنفسهم لم يفعلوا إلا ما يسوغ لهم فعله فكان الرؤساء إذا قدر كالرؤساء إذا قدر أنهم اجتهدوا وأخطأوا يغفر لهم فإن من اتبعهم مع علمه بأنهم أخطأوا وخالفوا الرسول فقد عبد غير الله وأشرك الرد على الإخناء صفحة أفر بقول تطباتني سجيد فأدار الحكم على الطاعة والمتابعة المبدل لحكم الله مع العلم بالمخالفة فقط إلى مع سيدي يوح بقرك بأن حارانت أسيد حلاش أو لقنته قريتك قالوا بيس أدو أق إلهين وحرمي لكن اعتقاد ماشا ما إيمان كره لشوحوك ورفا طاعوهم كانت تلك الطاعة عبادة لهم وشركا بالله فإن من اتبعهم مع علمه بأنهم أخطأوا وخالفوا الرسول فقد عبد غير الله وأشرك به هنا لم يذكر الاعتقاد المقحم في التقرير السابق اعتقادك المقحم قال لحق لي كتاب الإيمان الكبير هل كنكم مشيقين ذهبين مشيقين جعوا بيننا قدام بنا كل لازم نسكع السقعة قواعد كل شيخ ولا أنا أتقرن إنسان وحكمي ذنب ذين شيء إنه شيخ يري ما دعي كرت آدمه وح أقي هاي إنه اعتقاده نقيض ما يعلمه لا يمكن للمرء أن يعتقد خلاف ما يعلمه وهذا أقته وحن كائن ما آمن كرت عرق إنه كاكو ريد أقته ما آمن كرت إنه كاهو سيو رق إنه كتة أنت أقته ما آمن كرت إنه كاسر ريو وحن إنه مذوي هذا أقته ما آمن كرت إنه عليه ضلا ولا هدي أنا وح قال لنا مكلف ما قال لنا قبل قبل وكريم هو أنت وح السؤال وإذا فرلا كوحيق هالرية تنبيه كوباد مسألة دي ما لم يكفر الكافر ويصدر تبحث جادي نقول بدن تقريرات فر بدن بين صور شجني مسألة هو مسألة أدعو الصوي بلبلاقي فتنة وين يام بروشة أحد اللقاء أبورين عامضة يا طلبة العلم يا جماهير تبغى كفلا إن لاش حكليه لغونا قاب صدو ناقض كشع عبد الوهاب وكل شيء نواقض الإسلام ناقض الثالث من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم يكفي عادر الثاني عادر الثالث إلى ما لا نهاية وبحث الدقيقة وإن كان معلوما بالقطع مسائل كويو الدقيقة قطعية نقول كرام حساب تأيده الدقيق أو كشقين تأيده أي علوسته ولقوه وريري ولا باطن يكون جفال كوابسن بين نتيجة وحيت هاي قطعية يقينية شيء يقولون الدقيق هو خفية كمرة لا تنو سنهاين قطع كمرة لا ته إسكوب هذا هو شيء هذا بلشوين تأيو علوم هذا يا طلبة العلم ومرك هو شان لا شرح يوعن ربا اللي هو جابسده من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صح مذهبهم وحبها أسي بودين العادرة الثاني عادرة الثاني بحث دقيق وطلبة العلم قرد حيوية مجالسة خاصة اللغة أخريان بلشدة حسن ظنك بثا قرآن قرآن رقمينا كوركاسا وشوغينا انتصا كفلا والسلامة
لا يعادلها شيء النقو تنسن إنسان كو خلطما ينهوش هادين لويدي وحبق القدمين أحمد حنبل وحيري مسائل كان القرآن المخلوق إنك لا إنك قال يسوي يكيد قال يسوي إن هوس لو طابته هولها إن لقى أمسن أركها يي أو أركها مصلحة دينية إلى أن أركي باش إني ضبط كذي شدني في نطع بلارتي ضبط كمرك إسكفيو إن مش إنك قال يسوي أقل عقيدة أوسع أنت سجود وحبيان لقو قد قد إنه أوريا كالي محاد كاك أمسنتك كلك محاد كاك أمسنتك كذب محاد كاك أمسنت بداس هل لقيت شو شيء لون فتنة كذلن لو أنا باهنو والفتنة النائمة لعن الله من أيقظها وورك هذا هو رديك شيء كيوي تاسوا تنبيه تنبيه على بعد هبين دويت كتابك مسلم أنا مريا حديث جابر يا وحن صومر مناسبه إن إله القرآن كن نبي كسر الدجيني وهو يعرف تأويله نبي محمد بن كرع عيني تنزيل كمر كان مريا يا من باب الاستدراج حن أشاعر إنسان آمن سنين قرآن كان منزل من عند الله لقى كيني جبريل نبي أكيني إنه حقيقة من عند الله كسود إنسان آمن سنين القرآن العربي بان أجيدا مصحف كيدي ونكو قرآن إنسان آمن سنين نقول بان كيني كدبنا وحان يدي مركلة أيانو مرقبان إنسان طونا هذا هو تلتالي وحانت حانتيسي ويهي مربان فولك وبن نيسان دورا أنا مركزي أو مدعل مديال لسانا يوحان أركي قل يوسف يدها إي أشاعر إي جهمية إي فرقوين كالسلفية الشيئان إي كفر ربنا وإسكال الله الله إسايستا وإسعير سانا أيها قردنا هبك الله سوكيين أنا هل سلت بإي ساريه وإسكال حكم تقال كان مركينا نقايب كان نقضى مرة مركي يوكال الدالان وكاديل قادان بان أنا كوسو نقن دونا أشاعري إلهي إيا رسولك إيا قرآنك وحيك أمس سدح هذا مسألو تقالك مركة هذا يسكد دولان في القوية السلفية شكتوب بين شيئي يا أشاعري السوفية قيب كميه مصلحين أن أحبونه أو ما أركو مركة إيقو إسدايان وأن لابدو رشانه إسكحيسان هاي أيا أنو سوق هذا دونا ورك إيقا تاسنا وقضب قضب كي إرعا وحاوي شلو حايدين بلنقاضي أسبوع أسبوع كوري سنان مقالك ودم ما يسرى إذن سين طانه وأنا كجاري واي حقو تحرير بو بعضي صبح عدم بي أيان إذن كذن إن شاء الله تعالى وحي سؤال أنا ويفريهن وركوا يقدن يوحي عن صوشة خير الله يكون فعه وحي الشرعة أما خطأ أما صر مسيكتا ينكو قفين وقسن الله يدافو إذن كنا الله يكون آفيه والله أعلم.